السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو تاع اليوم متنوع وفيه بزاف أفكار. المرحلة الأولى ولا البارتي الأول تاع الفيديو راح نشارك معكم مشترياتي من الماعن، وكذلك شريت منظمات هكذا باش نفرز الحوايج تاع الصيف الحوايج تاع الشتاء، نحيت كذلك هذوك لي كوفرتور تاع الربيع وراح ندير تاع الصيف، وفرزت كل حاجة اللي تتغسل تتغسل واللي تتخبى تتخبى. راح نشارك معكم كامل هاد الأفكار حتى المنظمات الأواني، راح ندير لكم كذلك الأسعار. راح يكون إن شاء الله فيديو مفيد بإذن الله. فقط ما تنسونيش من هداك اللايك، اللي حاب تدخل للفيديو بغرض الاستفادة فديرينا هداك اللايك، ويلا نصلوا كامل على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، نقولوا بسم الله وعلى بركة الله، وندخلوا مباشرة في المرحلة الأولى تاع الفيديو. على بالي بلي الفيديو تاع المشتريات كامل تحبوه، شاركت معكم كامل وش شريت. هذا المول تاع البلاستيك نديرو فيه التحليات الباردة، الثمن تاعو يدير 30,000. عندي هادوك لي مول لي شبهوا له، هما صغار واحد 6 ولا، وزدت شريت هذا الكبير، قلت لا على وعسى ندير به كاش وصفة. مثلا نديرو فيه التحليات اللي يكونوا باردين بالنشا وتقدروا تقلبوهم في الصحن، وإلا كريم ديسر هذاك اللي يجيب الكراميل. هذا البرغ كذلك يعني ما كنتش كامل راح نشريهم، لكن لما لقيت الثمن تاعهم مغري صراحه. هذا يدير 120 ولا 130، والبرغ الاخر خاص بالجي يدير الله يعلم 100 ولا 120، يعني ما يفوتهمش الله يعلم 100,000. عجبني الغطاء تاعو هكذا تاع الحطب، هاوليك يعني هذا يتحمل الحراره، تقدري ديري فيه عفاسي سخونين. اما بالنسبه لهذا يعني نديرو فيه جي، نديرو فيه فقط الحوايج الباردين. انا كنت في الحانوت قلت يعني خساره، الغطيوه تاعو جات تاع اينوكس، قلت له كان غير جات تاع الحطب كيما هذاك هكذا باش يطيحوا لي اسورتي. ومن بعد هكذا وانا نصور معاكم في الفيديو دوكا قبل نحي لكم هذا البلاستيك، هاوليك جاي شغل تاع الالومنيوم، قلت له كان غير جاو في الزوج تاع الحطب هكذا باش يطيحوا لي اسورتي. ومن بعد وانا نصور شوفوا نحيت هذا الغطاء وبدلته مع هذا، جاو كيف كيف، يعني الغطيوه تاعهم ستاندار، يقدروا يركبوا على هذا ويقدروا يركبوا على هذا. هيا قلت الحمد لله. انا صراحه رحت على جال واحد الطنجره تاع الفونت، هذوك اللي يجوا قصار ديري فيهم الجوازات ديري فيهم تكتوكه، هاد الوصفات الصيفيه اللي ما فيهمش المراقي. للاسف ما لقيتش هذاك الموديل، يعني لقيتهم شراوه كامل، وليت دورت رايي وشريت هاد الحوايج اللي كانوا خاصيني من قبل. كاين كذلك هاد الكيسان تاع جو، كاين موديلات واحد اخرين بزاف شابين، لكن هادو جاني الزجاج تاعهم كي شغل خشين شويه، ماهمش فخاجيل هكذا، يعني حنا نغسلهم نشفهم بكل سهوله. فيهم 6 كيسان. اما هاد لي فيغين نقدروا نديروا فيهم التحليات، شوفوا شحال شابين، كذلك عجبوني بزاف. هادو يعني يتباعوا بالربعه، تحبي تشري ربعه 8، كنت حابه نشري 6 لكن للاسف العلبه فيها ربعه فقط. هاي ليك الصومه تاعهم 4 ب 190,000. نزيدوا نروحوا لحاجه واحده اخرى، كاين هاد لي بايت، كاين في الدوري، كاين في لارجونتي، كاين كذلك في الزجاج، هاولي كاين 6، الثمن تاعهم 30,000. هذا تاع الزجاج يدير 10,000 للواحد، كنت حابه نشري كميه كذلك يعني 6 ولا، لكن لقيت يعني هذا هو الاخر وصيته وقلت له جيب لي 5 واحد اخرين، هاولي كيدير 10,000 للواحد. اما هذوك لي بايات الدوغي يديروا 30,000، 6 ب 30,000. دوك نقول لكم العفسه اللي شابه فيهم، يعني تقدري تستعمليهم باش تشربي بهم الشيء ولا السوائل، كيما تقدري تستخدميهم كشغل مغرفه هاي ليك. وكذلك كاين هذيك العفسه اللي يغسلوا بها من الداخل، هادو صراحه مخصين صالة دو فروي. مثلا راكي تاكلي تاكلي بهاد المغرفه، وين يبقى لك هذاك جو تشربيه بهاد البايات. هذا الواش يستعملو، شوفوا حتى في الكيسان كيفاش جاو شابين. هادو كنت نحوس عليهم هادي مده، يعني هاد البلارات هادو ما الصغار تاع لي زيبيس، عمليك شريت هاد العلبه فيها 20 الله يعلم، وزدت هاد العلبه لقيت ناقصه منها زوج، وهادو هما الاخرين في المحل، يعني لقيتهم شريتهم كامل. نسحق هاد الكميه ونزيد يعني الدوبل تاعها هكذا باش الاقجار تاعي هذاك اللي وريت لكم الخضره اللي فاتت في الكوزينه ديالي، يعني في الاول درت تاع المغارف والزواج قلت لكم راح نخصو للتوابل، يعني ندير فيه هاد البلارات، لكن باش يتعمر لي كامل مازالوا لي تقريبا زوج علب كيما هادو. يعني وصيت صاحب المحل والله يعلم اسكو يعني يجيبهم لي ولا ما يجيبهم ليش، قال لي هادو راهم ناقصين شويه، يعني تقدروا تشروهم من المواقع، لكن يعني هكذا باش تلقيهم في محل ولا قليل وين تلقاي هذا الموديل. بالنسبه لهذوك اللصاقات اللي يجي مكتوب فيهم التوابل، يعني انا عندي موديل مكتوبين بالكحل لكن ما عجبنيش، يعني حابه هذاك الموديل الشفاف وما يجيش تاع كارت يجي شفاف. انا الصراحه قلبت عليهم قلبت عليهم ما لقيتهمش. اي وحده يعني تكون تسكن هنا في الجزائر وضواحيها وتكوني شفتيهم في اي بلاصه من فضلكم يعني قولوا لي في التعليقات.
شريت هذا البرودوي كذلك، هو منظف خاص بالثلاجات. لقيت هذا البرودوي كذلك، هو عبارة عن معجون هاوليك اسمه موزيل. دوكا هو مخصص لكامل اعمال التنظيف اللي تقدروا تلقاهم في الكوزينه، في الصال دو با، في المرحاض، اكرمكم الله. لكن الصراحه جامي ما جربته، راح نجرب ونقول لكم رايي فيه وبكل صراحه. واللي جربته من المتابعات قلنا في التعليقات اسكو مليح ولا ماشي مليح، انا راح نجربه ونرجع لكم بالخبر. وهذاك التعليق اذا لقيتو كثروا لي جام هكذا باش يطلع الفوق كامل ونشوفه. هادو تقريبا كامل المشتريات اللي شريتهم. بالنسبة للمكان يعني تصيبوني من رحلت مانيش نعرف تقريبا هاد الجهة ولا، ولهذا نروح الميسوني نحبط شوية ساحة شهادة الحامس كذا اللي كان نشري منها بزاف صوالح. يعني قبل كنت نشري مرويبة، نشري مرغاية، نشري مبودوة وكذلك. أما الآن يعني راني قبالة نروح للدزاير، يعني ما ندورني هاك ني هاك. كذلك لقيت هاد السرابط صراحة، يعني كانوا شحال من نوع في المارشي. لقيت كيما هادو يشبهوا لهم، السومة تاعهم شوية رخيصة يديروا 120 ألف، لكن النوعية تاع القطن تاعهم جاية شوية عيانة. تحسي بلي السربيتة خفيفة، تحسي بلي يعني هادوك الخيوط اللي فيها تمتم يتنحوا. أما هاد النوعية شريتهم 200 ألف، لكن ما تندموش عليهم. يعني هاد السربيتة تشد لك كيما حنا نقولوا الخير والبركة. هاي ليك شريت يعني واحدة في الغوص فيها شوية الغوص، وشريت واحدة هادي في الزرق. هادو كذلك تقدروا تستعملوهم للبحر، يعني بزاف شابين ينشفوا بالطبع. كذلك هاد المنظمات اللي شريتهم يعني في النهار الاول حكرتهم شويه، قلت المنظمات هادوك اللي جوا واقفين خير في الكاري، من بعد نوريهولكم. لكن لما بديت نخمل يعني هادو حسيتهم عمليين اكثر او اكثر. انا بالنسبه للموديل الصغير كامل يدير 50 ألف، كاينه المتوسطه دير 60 ألف، والكبيرة كامل اللي تقدروا ديروا فيهم الكوفيرتات هادوك الخشان تاع الشتا دير 70 ألف. هاد الخطرة شفيت لكم على الأسعار مليح مليح. بالنسبة لهاد المنظمات شريتهم كيما القواس، كيما زنقة العرايس في ساحة شهادة، تصيبهم يعني كامل يبيعوهم، يعني تلقاو ألوان أشكال أنواع، وانتم خيروا واش حبيتوا. اللي جاي يعني ثمن شوية غالي، يعني صدقيني مقارنة مع واش خملت لي واش رفدت لي، راكي تشوفي التيسي تاعها يعني جاي كي شغل تاع بلاستيك، معناتها يتغسلوا في الماشينة، تنشريهم ينشفوا بالخف، كي تحطيهم مثلا يعني ما تتعداش عليهم الميديتي هذيك ولا لأنهم تاع البلاستيك. كذلك كي تحطيها مثلا وتكون كاش غبره ولا تمتم تنحي هذيك الغبره من الفوق، فيهم بزاف ايجابيات. حتى الحجم هاني قلت لكم يعني كاين صغير المتوسط الكبير انتيا وما حبيتي. من بعد كي نخملكم كامل راح تشوفوا الحجم ديالهم. كذلك هاد المنظمه جايه في الكاري، فيها هاد السلك يعني لما توقفوه راح ياخذ هاد لافورم الكاري. هاي ليك عندها كذلك هذا التشليق الابيض، يعني تقدري ديري فيها بزاف الحوايج، تعاودي تغلقي من الفوق في هذاك المكان الشفاف هكذا باش تشوفي واش راكي مخبيه. شوفوا يعني هذه المسافه كامل تقدروا تعمروها بالحوايج، كيما تقدروا يعني ديروا غير ورا هذاك القماش الكري وتغلقوها كيما راكو تشوفوا. هاي ليك بالنسبه ليا انا ما راحش نخبي فيها حوايج الشتاء، راح نخبي فيها اللبسه العاديه، وهذاك التشليق الابيض ولا هذاك راني حنقلبو للداخل كامل. جاتني سهله يعني هكذا باش نجبد منها الحوايج ويبقاو منظمين في الخزانه كيما لازم الحال. هنا راح نوري لكم كيفاش يعني خمت الحوايج تاع الشتاء وتاع الصيف في الغرفه تاع البنات فقط، واش درت في هذه الغرفه راح ندير كذلك في الشومبره تاع الدراري. احنا شوفوا هاد الكوفرتور يعني جايين معهم تاع ربيع. بالنسبه للشتاء لي كوفرتير تاعهم يعني كنت غسلتهم وخبيتهم، ومن بعد درت لهم هادو تاع الربيع مع دوكا راهي سخانه، راح نحيهم ونحط هادوك لي كوفرولي اللي يكونوا خفاف فقط، وفي الليل نحيهم يعني هادوك اللي خملت بهم وندير لهم لي دغا ديابلهم. هاي ليك يعني راح نحيهم كامل ونغسلهم في الماشينه. هاد لي هوس كذلك قلت نحيهم. بالنسبه لهاد المطارح يعني راني دايرت لهم شحال من كوش تاع القماش، راكو تشوفوا هذا الافلو اللي راكو تشوفوا فيه راني دايراتو، وتحتو راني دايره غلاف تاع لاموس وتزيدي الاوس من الفوق. هنا فتحت العين، شوفوا هنا العين انا عندي سيتيرنا يعني ما نعرفش وقتها كاينه العين وقتها ما كاش. مين نشوف الماء هكذايا يعني جاي مضبب نعرف بلي هي جات العين باسكو فيه البرودوي، مين نشوف الماء شفاف عادي نعرف بلي راني نجبد من سيتيرنا. بالنسبه لهاد البلاصه اللي نسكنوا فيها تجيب نهار بنهار، يعني نهار تجي ونهار لا لا. هذاك النهار اللي تجي فيه العين نقدر ندوشو فيه، نقدر ندير فيه الماشينه، نسيغ نزرزغ كيما حبيت. كي تكون يعني الماء تاع سيتيرنا فقط نحافظ، يعني هذاك النهار نخدم قيس قيس. انا درت هذوك لي كوفغولي يتغسلوا، يعني درت زوج
بعد خليت الماشينه كذلك تزيد تريح شويه، وزدت درت زوج واحد اخرين هامليك يعني خاصتهم ليه بالطبع. بالنسبه للماشينه تاعي نقدر ندير فيها حتى كوفيرطه من هذوك الكبار كامل، يعني هما الفا نغسل فيها وما صرا لها والو. انا اصلا لما رحت لهاد الدار يعني ما بدلتش الماشينه لافي تاعي، جبت ديالي هذيك القديمه. وبالنسبه للنشاره ديالي هادو اللي راكم تشوفوا فيها يعني ما نستخدمهاش للنشير فقط، ماشي للحوايج هكذا ولا الكوفيرطات ولا الزرابه، عندها استعمالات واحد اخرين كذلك راح نقول لكم اليوم في فيديو واحد اخر، لانه هذا الفيديو حبيت نخصه يعني للفريز فقط. انتم كذلك قولوا لي في التعليقات اسكو فرستوا الحوايج تاع الصيف والشتاء، اسكو غسلتوا لي كوفرتور، يعني واش راكو دايرين فيها هكذا باش نتشاركوا كامل هاد الاشياء مع بعض. وهنا نروحوا للفريز، يعني كل عامين نفرز الحوايج تاع الصيف والشتاء، ولا يعني نزيد نعاود نخبي الحوايج تاع الشتاء ونتبدل الحوايج تاع الصيف. واش نقول لكم يعني باراسيتامول فيها ما نكتبش عليكم، راسي ولي يغلي. وهاد الحاجه يعني غير مولات الدار اللي تقدر تخدمها، هي اللي تعرف كل حاجه وين تجي، مثلا الحوايج اللي ديريهم في هذا المكان، الحوايج اللي ديريهم في بلاصه واحد اخرى، الحوايج اللي تفرزيهم مثلا وتخرجيهم كامل من دارك. هاد الاشياء للاسف كامل لازم ديرهم ربات البيت. انا يعني هاد المنظمه درت فيها فقط لي جيلي هامليك، هنا ضروري يعني تقلبوهم على الجهه الاخرى هكذا باش ما يزلقوش ويجي الطويان تاعهم ساهل. ودوك تشوفوا يعني هاد المنظمات في الاول حقرتهم، لكن فينالمون ضروري بلي جايين خير من هادوك اللي غاليين. انا هادو اذا تلاقيتو معاهم يعني غير شروهم وعينيكم مغمضين، جايين بزاف عمليين وبزاف شابين. هايليك شوفوا انا حاولوا تضيقهم مليح مليح هكذا يعني باش تجي لافورم تاعهم كيما راكم تشوفوا. هذه المنظمه الاولى درت فيها فقط لي جيلي، شوفوا كيفاش تولي هايليك. عندها كذلك يعني من الطرف من ترفديها ولا هايليك مباشره راح نحطها في الكنابي الاخر ونروحوا لحاجه واحده اخرى. هايليك شوفوا يعني حتى لما ترفديها بزاف عمليه. انا بالنسبه لهذا الدريسينغ يعني ما كنتش دايره فيه حاجه كبيره الفوق ولا، راني دايره فيه يعني شويه مخايد وشويه لي تابي. انا كذلك كانوا عندي هذو لي كوفرتير تاع البنات هامليك، يعني جايين شويه خشان، هادو تاع بلاصه ونص نديرهم لهم في الشتاء، من بعدك مين يخلص الشتاء يدخل الربيع ندير لي كوفرتير واحد اخرين يكونوا شويه خفاف، وين يدخل الصيف نزيد نحيهم وندير لي دغا وهي رايحه. هايليك كذلك راح نفرغ الحوايج هاليك. هذوك المنظمات الحاجه اللي مليحه فيهم تانيت يعني كي ديري الحاجه ديريها مطويه، معناتها مره واخده اخرى كي تجبديها فقط تبداي تحطيه في الخزانه، يعني ما كلاه تطوي ولا. هذه هي الحاجه اللي شابه فيهم. بالنسبه للشومبره تاع البنات يعني هنا ما كانش طويان بزاف ولا، لانه بنتي الكبيره يعني عندها الحجابات عندها هذوك الاشياء كامل يتعلقوا، معناتها ما كانش طويان بزاف. هاد لي مونتو كذلك تاع الشتاء كنت غسلتهم كامل، راح نزيد نخبيهم في منظمه كذلك، يعني هذه حاجه باينه نورمالمون هاد الملاحظه ما نديرهاش، لكن لي مونتو تاع الشتاء يعني يتغسلوا بالطبع هكذا باش يتخباو، يعني ما نخبيوهمش وحنا نكونوا لبسناهم مره ولا زوج. يعني المره الجايه كي تجي تجبديهم تصيبي بلي الميديتي ركبت لهم كامل في هذاك المكان اللي يكون مطاشي ولا فيه الاوساخ، خصوصا اذا تسكنوا في اماكن يكون فيهم الرطوبه. شوفوا هذوك لي مونتو كامل اللي شفتهم جاوني فقط في هذه المنظمه جايه متوسطه الحجم، يعني يرفدوا الخير والبركه، اذا لقيتوهم غير شروهم وعينيكم مغمضين. هاي كذلك راح نحطها في الجهه اليمين هيك، يعني هنايا بقاو لي منظمات راح نزيد نديرهم للبيت تاع الاولاد هكذا باش نخبي لهم حوايجهم. بالنسبه لهذوك الاكياس اللي تخبوا فيهم الحوايج وبعد تجبدوا لهم الهواء كامل، ما نكذبش عليكم ما حبيتش نشريهم غاليين بالبزاف، المتوسطه فقط دير 70000 ولا 80000، الكبيره تروح حتى ل 120000. لقيت هذه المنظمه قلت نشري هادو خير. هذه المنظمه كذلك راح ندير فيها الحوايج تاع بنتي. بالنسبه لهذه الموف هذيك النوار هذو لي تشيني اللي تلبسهم كي تكون تقرا بيهم، وبما انه بنتي يعني حجوبيه حبيت نوري لكم هذا الموديل. شتو هادوك لي تشينيك اللي يجو قصار يعني ماشي مسطورين ولا، الحجوبيات يعني مثلا وحده ما تكون شايفه هاد الموديل ولا، شوفوا هذا وشحال شباب يعني جاي طويل حوليك مسطور تلبسيه وكيما نقولوا وراسك مرفوع في السماء. هايلك شوفوا شحال طويل، تقدر مثلا وحده لابسه حجاب ملتزم ولا يعني تلبسه مع السروال ديالو وخمار، يعني راح تكوني مسطوره كيما ينبغي الحال. هايلك عندها واحد في الموف وواحد في نوار، حبيت نوريهم لكم فقط باش تاخذوا فكره، ربما وحده يعني ما تعرفش باللي كاين لي تيوني هذو ملتزمين ولا تاع الحجوبيات ولا. هاكي شفتيهم
يعني اي وحده تقدر تخيطهم لك، هي شرتهم بليده. بالنسبه لطريقه تاع الطويان تاع سراول تاع تريكوات، يعني كاين شحال من طريقه. انا هذه هي الطريقه المعتمده عندي، يعني كون شفتها في اليوتيوب هنا. يعني دركا غير اللي ما يحبش يتعلم، دوكا كتبي واش حبيتي واش كذا، ماشي عيب. يعني كي تكوني ما تعرفيش، ولا العيب هو انك ما تحبيش تتعلمي. انا بالنسبه لهذه الطريقه تاع الطي، يعني كيما انا كيما بنتي نطوي كامل اللبسه تاعنا بهذه الطريقه. يعني طريقه بزاف هايله. وشوفوا لما تطوي الحاجه اولا تكون صغيره، ما تديلكش مساحه كبيره. ثانيا شوفي لما تجبدي الحاجه تجبدي غير هذيك الحاجه بلا ما تتفتح لك بلا ما حتى حاجه. هاملي كادو سراول تاع بنتي صغيره، راح نديرهم كامل في هاد المنظمه. نايليك راكو تشوفوا يعني هنايا يبقاو السراول كيما راهم، حتى وتقلبيهم ترميهم ما يتفتحوا ما حتى حاجه، يبقاو هكذا مغلوقين كيما راكو تشوفوا. كيما يشم الفتاه تطوي بهذه الطريقه، انا نقول لك غير استخدميها في دارك، يعني راح تنقصي عليك بزاف حوايج. والحوايج كيما تطويهم كيما يبقاو، حتى ولادك الصغار يعني يروحوا للخزانه يجبدوا الحوايج وحدهم، راح تبقى الخزانه تاعك منظمه كيما اطويتيها النهار الاول. انا الحاجه فقط اللي نسيت ما شريتهاش هما دوك الاكياس اللي يشربوا الرطوبه ولا الميديتي كيما نقولوا. كنت يعني ندير واحد ولا زوج في كل منظمه من هادو، لكن راح نزيد نشريهم ونعاود نفتحهم ونخبي داخلهم، خصوصا اللي يسكنوا في الاماكن اللي فيهم الرطوبه. يعني ضروري ديروا هذوك المعطرات هذوك داخل هذوك الاكياس هكذا باش تبقى الريحه تاعهم شابه. هاي ليك هنا شوفوا هذا الكيس راح ندير فيه الكوفيرتات، هو هاو اللي قد منه. راح نحاول يعني نطوي الكوفيرتات تاعي قد هذا القيس سواسوا. هاي ليك هنا يعني كملت. هنا جيت راح نغلق، حسيت باللي هذا الكيس مازال يزيد يرفد. شوفوا هنا زدت فيه هذا المخايط زوج، يعني ماهمش خشام بزاف، جايين طرايا. هاي ليك كذلك زدت خبيتهم وغلقت هذه المنظمه وبكل سهوله. يعني هذه مجرد افكار، اللي ما تعرفش ولا يعني تدخل للفيديو ربما تاخذ فكره ولا وتستفاد بها. هاي ليك شوفوا كيفاش جات. يعني في الاول تحقروهم بالعين، لكن لما تعمروهم شوفوا يعني بزاف عمليين، وحتى الشكل تاعهم بزاف شباب. هاي ليك انا كانوا هادو هما الحبيبات الاخرين عند السيد، يعني سبو خصالي شريت شحال من لون. انا صراحه ما نحبش نخلط بزاف لي كولور، لو كان شريتهم كامل لون واحد ولا شريت البنات لون والولاد لون، لكن للاسف هذا واش لقيت. هاي ليك كذلك راح نرفدها ونحطها مع المنظمات الاخرين تقريبا في البيت تاع البنات. هذا واش خملت، دوك انا راح نديرهم لكم داخل الكنابي تاع البنات، يعني جاي كابيتوني نقدر نخبي داخله، لكن انا ما راحش نخليهم تم، يعني وريت لكم فقط باش تشوفوا الموديل. انا في الكنابي تاع الاولاد كامل دايره مطرح تاع بلاصه ونص، يعني ما لقيتش وين نديرهم، خبيتهم تما هكذا، يعني ما يبانوليش خرده في الدار ولا هكذا للضيوف ولا راكو على بالكم. هاي ليك دوك نجبدوا المنظمات تاعنا ونحطوهم. وهنا ما تخافوش تقولوا يعني ما يجوش في الارتفاع ولا دوكا ما يتغلقش الكنابي ولا، جايين ما بين 25 و 30 سنتيم، معناتها راح تخبوهم عادي يتغلق لكم الكنابي تاعكم وبكل سهوله. هاي ليك شوفوا هنا كيفاش جاو، يعني حاجه نقيه حاجه نظيفه حاجه بروبر. تحبوا تزيدوا ديروا درا مثلا وتغطوا به من الفوق كامل، لكن لا داعي، لانه يعني التيسي تاع هذوك المنظمات جاي يعني تاع بلاستيك كيما قلت لكم، تشليقه خفيفه ولا تاسبيريهم من الفوق راح يولوا يشعلوا اشعيل. هاي ليك انا يعني نحيتهم من هنايا، ودوك نقول لكم كيفاش درتهم في الدريسينغ. هاي ليك هذيك تاع لي كوفرتور درتها هنايا باسكو هذا تاع زوج ميتسع ويرفد لي هاد الحجم كامل، حتى من الفوق يعني نقدر ندير، لكن ما راحش نكثر الدريسينغ تاعي. اذا درت من الفوق يعني راح ندير حاجه خفيفه. بالنسبه لهذوك المنظمات هذوك اللي جايين في الكاغي دوك نوريهم لكم، يعني ماشي شرط تخبوا فيهم حوايج شتاء ولا، تقدروا ديرهم عادي يعني تفتحوا لهم هذاك التشليق الابيض اللي راه من الفوق. دوك نوريه لكم موديل مفتوح، وديروا فيهم الحوايج تاع اللبسه تاعكم عادي. دوك نجبد لكم سروال وتشوفوا، حتى وتجبدوا سروال ولا ما راحش يخسر لكم الطويان ولا، يبقى لكم كيما راه. هاي ليك يعني وليدك فقط يجبد واش راح يسحق، والباقي يبقى منظم كيما راه هكذا، ماشي تروحي تجبدي حاجه يطيحوا لك الحوايج الاخرين كامل. هاي ليك هذه المنظمه كذلك حطيتها لتما. انا بنتي راهي تفتح لي وانا راني نصور، قلت هكذا باش تبان لكم يعني الصوره واضحه. هذه اللي فيها لي كوفرتور درتهم كذلك هنايا مع المخايط، واللي من هنايا هذيك اللي فيها اللبسه هاملي كذلك درتهم فوق بعضهم. وهذه هي النتيجه النهائيه، ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم.
وتكونوا خديتوا افكار يعني ولو بسيطه يقدروا يعاونوكم هكذا باش تنظموا الخزانه تاعكم ولا تنظموا حوايج تاع الصيف والحوايج تاع الشتاء. هذا راني نهضر على اللي مازال ما نظموش، على بالي بلي كاين اللي شاطرين راهم كملوا يا حسراه، واللي مازالوا انا نقول لكم غير بداو هاد النهارات، يعني ديروها حاجه وحويجه، منها تفرزوا حوايج الصيف وحوايج الشتاء، ومنها مع العيد الكبير راه قريب هذيك هي تنقوا دنيتكم. بالطبع وصلنا نهايه الفيديو، ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. وفي الاخير ما عليا الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.